انني الموقع الفيفا تخطيت الخوف من كبار اوروبا واحلم بالتاهل للمونديال مع طبعا مع منتخب مصر. انني الحقيقه بيؤدي مردود طيب جدا جدا جدا. اتكلم امبارح انني للموقع الرسمي الاتحاد الدولي لكره القدم عن مشواره الكروي في اوروبا وعن طموحاته مع كاس مصر، وقال تخطيت خوف مواجهه كاس العالم، وقال تخطيت خوف مواجهة الفرق الكبيرة في دوري أبطال أوروبا زي ريال مدريد وليفربول وتشيلسي، إنه حلم المشاهدة. كان باللغة العربية نسمعه يا جماعة بالإنجليزي. أوكي طيب. وقال أريد تحقيق شيء كبير لمنتخب مصر، أريد أن أخبر ابني في المستقبل بأنني كنت جزءا من هذا الجيل الكروي وبأننا نجحنا في الوصول إلى نهائيات كأس العالم. حيا النني لاعب المقاولون العرب السابق استطاع أن هو يثبت جدارة واستحقاق في نادي بازل، وأيضا استطاع أن هو يحط نفسه لاعب أساسي في منتخب مصر. وكوبر لما جه يكلموه قال لهم من المستحيل ان يكون في منتخب مصر بدون مشاركه النني، بما يعني انه فرض نفسه تماما على منتخب مصر وعلى كل اللاعبين اللي بيلعبوا في مركزه على مستوى الانديه المصريه. النني ما زلنا بننتظر ان هو ينتقل الى دوري اخر اكثر اهميه من بازل السويسري مثلما فعل طبعا صديقه وزميله محمد صلاح. وفقا للكلام اللي عنده بعض العروض الانجليزيه من انديه الوسط، نتمنى ان احنا نشوفه بالفعل الموسم القادم في احد الانديه الانجليزيه. لقطات طبعا وذكريات جميله، وبيتكلم عن زمايله في المونتري النني، ونتمنى يا رب ان هو يحقق حلمه المتعلق طبعا بالمنتخب الوطني يا رب ان شاء الله. Recent Africa Cup of Nations qualifiers, and there is a strong desire in the country to really step up. I'd really like to achieve something for my country. I want to be among those who really do something internationally. Everyone would like to do that. I don't just want to talk about it, I want to do it. I'd like to tell my son that I was one of the best players in this generation and that we reached the World Cup final. I'd really like the Egyptian team to restore its previous status and to make people happy again. We are the friendliest nation I've met and I think our people deserve for our football team to be great again.